اهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم بي كرييتيف. النهارده هنعرف مع بعض هاو تو يوز لير ماسك، ازاي استخدم الماسك في الفوتوشوب عشان اعمل تصميمات جديده. يلا نبدا. ببساطه ايه هو اللير ماسك؟ انا دلوقتي عندي صوره اهي وحاطط في اللير اللي تحتيها صوره تانية. هاجي اقف على الصوره الاولانيه، زي ما انتم شايفين في جزء ابيض هنا كبير. انا هبدا اعمل لير ماسك عشان خاطر اظهر الصوره اللي تحتها دي. طيب هاجي هنا على الصوره، هاجي من هنا اعمل لير ماسك، ظهر لي الجزء ده. او من لير هلاقي هنا لير ماسك، هقول له ريفيل اول. الجزء دوت بقى لازم ابقى واقف عليه كده، لان انا كده واقف على الصوره. لو جيت عمل بالبرش او بالاريزر هبقى انا بمسح في الصوره نفسها كده. انا بمسح في ايه؟ في الصوره نفسها. ناخد بالنا عشان ديت في البدايه الواحد مبقاش لسه مدرك ايه هو اللير ماسك كويس، فبيغلط ويبنت على الصوره نفسها. لا، انت بتقف هنا على الماسك وبتيجي تختار البراش تولز وتختار اللون الاسود. هبدا اعمل بنت في الجزء دوت اهو هنا كده اهو. زي ما انتم شايفين الصوره التانيه بدات تظهر معايا. اقدر اتحرك بالصوره بتاعتي، زي ما انتم شايفين ان الجزء اللي انا مسحته هو اللي ظاهر فيه الصوره بتاعه البنت اللي ورا. طيب لو انا دوست الت هنا وكليك اهو ظهر لي الجزء اللي انا عامل عليه ماسك، واقدر ان انا ازوده. يعني انا هنا بزود اهو عشان يظهر الشكل افضل. اهو دوست الت تاني اهو ظهر لي الشكل. طيب لو انا دوست الت على الماسك وقمت جاي هنا كده وقمت عامل اخترت اللون الابيض وقمت شايل الجزء ده خالص كده، انا بشيل الجزء اللي انا كنت عامله ماسك اهو، شيلته خالص اهو. تمام، دوس بقى الت تاني عليه اهو، الصوره ظهرت لي واتشال خالص الجزء اللي انا كنت عامله ماسك. يبقى ببساطه كده الجزء اللي انا بعمله بختار البرش وبختار اللون الاسود وبمسح. اه انا كده واقف على الصوره، معلش اقف هنا على الماسك، هختار البراش وبعد كده اختار اللون الاسود. الجزء اللي انا بعمل بيه كده بمسحه باللون الاسود، بيخلي اللاير بتاعي فيزبل. طيب لو انا عملت اكس، اكس بتعمل توجلي، يعني بتنقل بيها ما بين اللون الابيض واللون الاسود. هختار اللون الابيض وارجع تاني اقوم ايه ظاهر اللاير الاساسيه. يبقى ببساطه اللون الاسود بيظهر واللون الابيض بيرجع تاني الجزء اللي انا مسحته. هاخد اللير بتاعي دوت اخليه فوق كده الاول، بعد كده هبدا زي ما اتعلمنا هنختار البراش، نختار اللون الاسود ونبدا نعمل بينتينج. برضو انا هنا واقف على الصوره لسه ما عملتش ماسك، اعمل ماسك الاول اتاكد انه واقف على لير الماسك، وابدا اختار اللون الاسود وابدا اتحرك. زي ما انتم شايفين كده الجزء اللي انا بعمل له بينتينج بيبدا يظهر الصورة اللي تحتيه. طيب لو انا غلطت كده وقمت جايب جزء من الشعر مش مشكلة، اختار اللون الابيض تاني وابدأ ارجع الجزء ده. وده اللي بيخليني استخدم الاداة ديت وما بستخدمش الاريزر تول. ليه؟ لان انا لو جيت هنا عملت هعمل بس رايت كليك واقول له ديليت لير ماسك، او ممكن اجي هنا واقوم دايس شيفت وكليك فبعمل له ديسيبل، وبعد كده ادوس شيفت تاني وكليك اعمل له انيبل. انا هعمل له هنا ديليت وارجع للوضع بتاعي. طيب انا دلوقتي على الصوره هنا، لو انا جيت بالاريزر ظهرت ديت وقمت جيت عملت واحد مثلا يقول لك الله طب ما تعمل بالاريزر على طول. اه فعلا انا بعمل بالاريزر اهو. طب انا دلوقتي غلطت اعمل ايه؟ لازم اعمل اندو. طب افرض انا غلطت غلطه 2 3 4 كده، فهاجي لازم اقعد اعمل اندو اندو اندو. في الوضعيه هنا في الصوره ديت انا بعمل اللير ماسك بتاعي وبختار اللون الاسود وابدا اظهر الصوره بمنتهى الارتياحيه خالص. ولو حصل اي لخبطه ولا حاجه بعمل اكس وابدا ارجع تاني. لكن في الحاله اللي انا مستخدم فيها الاريزر تول ما بقدرش ارجع كذا مره، يعني ما عنديش فرصه ان انا اتراجع غير من الهيستوري بتاعتي. لو انا مختار ويندو هيستوري
ولو انا استهلكت الهيستوري بتاعتي مش هقدر اتراجع. طيب لو انا دلوقتي معايا البراش تول واخترت من هنا البراش اللي انا محتاجها حاجه سوفت كده مثلا، وعايز اكبر البراش تول، في عندي من كيرل براكت بكبر، والتانيه بصغر منها برضو من كيرل براكت اكبر واصغر. طيب في حاجه تانيه، ممكن ادوس الت، وبعد ما ادوس الت ادوس رايت كليك، لو اتحركت بيها لفوق هتديني سوفت اكتر، لو اتحركت بيها تحت هتبقى هارد زي ما انتم شايفين كده. طب لو اتحركت بيها يمين بتكبر، لو اتحركت شمال بتصغر، يبقى فوق سوفت تحت هارد، يمين بتكبر البرش شمال بتصغر. طب هكبرها كده وابدا استخدمها اهو، انا واقف على الماسك بتاعي، بس اختار اللون الاسود الاول، بعد كده ابدا ابنت، هي ظهرت الصورة تمام كده يا جماعة. طيب في المثال دوت انا معايا صورة اهيت، زي ما انتم شايفين القلب الاحمر دوت، احنا عايزين نعمل تأثير الاول على الصورة ديت. مثلا من هنا من adjustment هختار ان انا اعمل black and white، زي ما انتم شايفين طبعا في black and white في اختيارات كتير، في inverted، المهم احنا هنخليه default دلوقتي، وابدأ اجي جوه الادجستمنت لاير بتاعتي اللي انا عملتها، وابقى متاكد ان انا واقف هنا على الجزء دوت، هاجي اختار البراش من هنا اصغرها بس شويه كده، واجي على القلب دوت عشان ارجع لونه تاني للون الاحمر، صغر البراش شويه، وابدا اجيب اللون الابيض عشان امسح الجزء ده كده، هنا برضو همسح الجزء ده. فطبعا انا هنا بقدر اديت جوه الماسك جوه الادجستمنت لاير اللي انا عملتها. نشوف مثال تاني، لو انا عامل برضو كده واقف على اللاير بتاعتي وقمت مختار مثلا الهيو ساتوريشن، وقمت معلم الهيو، قمت مغير اللون الاول، اغير اللون مثلا ونفرض اللون دوت، هاجي اقف على اللاير هنا، بقف على اللاير وبقف على الجزء اللي معمول له ماسك، وابدا اكبر البراش بتاعتي شويه، وزي ما انتم شايفين هبدا اغير في اللون، ارجع اللون الطبيعي اللي هو الاساسي بتاعي اهو، كده انا رجعت الجزء اللي هو بتاع الوش، برضو اعمل هنا كده، ممكن اغير في لون الشعر، اختار بس اللون الابيض وابدا اعمل زي ما انتم شايفين، هنا باثر على الشعر بس سايب الوش زي ما هو. واقدر كمان ان انا ادوس هنا على اللير نفسه وازود الساتوريشن، ازود قوة اللون نفسه بتاع الشعر زي ما انتم شايفين، او ان انا اغيره، فكده يعني ان انا قدرت اغير في الصورة بشكل كبير، مثلا لو اللون ده عجبني مثلا او حاجة ابدا ازود الساتوريشن او اقلله شوية، وده قبل ودوت بعد. فاللير ماسك ليها استخدامات كتير جدا، وهتلاقي ان انت في شغلك بتستخدمها بشكل كتير، مرة مع مرة هتلاقي نفسك بقيت محترف فيها. مثلا في الصورة ديت لو انا عملت ديليت للير ماسك وقمت جايب الصورة ديت حطيتها هنا كده مع الصورة الأصلية بتاعتنا، ممكن اجي من هنا اختار الجريديانت ومختار اللون الاسود واللون الابيض، وبعد كده بدرج زي ما انتم شايفين، لا في غلطه هنا حصلت، لازم الاول اقف هنا وابدا اعمل الماسك بتاعي. طيب هبدا اتحرك بس بالصوره كده شويه، انا عايز الصوره دي تظهر مع الصوره ديت مع، بس يبقى في فيدنج كده ناعم، هبدا اجي اقف هنا مع الجريديان وابدا اكليك وادراج، عمل لي ايه؟
مسح الجزء بتاع الصورة وظهر الصورة اللي وراه. هعمل كنترول زد، بس هعمل اكس الاول عشان اخلي اللون الاسود يبقى من الناحية دي واللون الابيض يبقى من الناحية دي. اللون الاسود يبقى هيظهر الصورة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. اتحرك من هنا لهنا، شايفين النعومة؟ بس هو ما بيتكرر، يعني كل ما بعمل بيديني احتمالية جديدة، فأنا بختار من هنا بدل ما تبقى نورمال، لأ هخليها مالتي بلاي عشان في كل مرة بعمل تأثير يضاف على التأثير اللي قبليه. شايفين هنا بيبقى الموضوع فيه نعومة في التأثير اللي أنا بعمله. بعد كده ممكن اختار البراش زي ما عرفنا برضو، اكبرها كده شوية وابدأ اتحرك حوالين، اختار اللون الاسود واتحرك حوالين الايدج بتاعتي، بس اقلل الاوباستي شوية مثلا كده 20. ده مثال سريع بس عشان تشوف التأثير بتاع التصميمات اللي انا ممكن اعملها باستخدام الماسك. بعد كده باجي بقى بعمل ابلاي لفلتر مثلا فوتو فلتر، واجي هنا في الفوتو فلتر ده واقلل الاوباسيتي بتاعتي الفيل شوية، اختار الكروب وابدا اكروب على الصورة. في نهاية الفيديو لو الفيديو عجبك متنساش تضغط على لايك وتدوس على السبسكرايب وتشوف فيديو او فيديوين من الفيديوهات دي. ها ده او ده. نشوفكم فيديو جديد، الى اللقاء.